بدأ فريق سوانبني من خلال 6 أعضاء تخصص معدات طبية من الكلية التقنية العليا. كان البحث جاري عن فكرة تسد ثغرة في المجال التطوعي في سلطنة عمان، واخترنا هدف صيانة الأثاث المستعمل وأيضاً ترميم منازل الأسر المأسرة. بدأنا في صيانة مجموعة من الأثاث المستعمل الذي تلقيناه كتبرعات من الأسر العمانيين، وأيضاً بدأنا في ترميم إلى الآن 10 منازل. استمرارية الفريق تكون على دعم الشركات والقطاع الخاص من حيث توفير مواد البناء والأثاث والأجهزة الإلكترونية للأسر المعسرة. مثال على ذلك عمان تل. عطاء، رعاية، مشاركة، قيم رافقت حملة عمان تل الرمضانية طوال السنوات الماضية، والتي استطاعت من خلالها أن تعزز روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وأيضاً جسدت التزامها بالمسؤولية الاجتماعية. ولأن حملة عمان تل الرمضانية تهدف إلى التنوع، فقد ارتأت الشركة هذا العام دعم مشاريع شبابية جديدة، ومن بينها فريق سوانبني. فريق سوانبني فريق شبابي تطوعي يهدف إلى تطوير منازل الأسر المستحقة، وأيضاً إعادة تدوير الأثاث المستخدم. من الآثار الإيجابية اللي استنتجها واللي أشوفها في أعضاء الفريق واللي أشوفها في نفسي، أول شيء الرضا بالنفس، ثاني شيء الأجر، وهذه غاية يعني في كل الناس، ثالث شيء أنك تبث ابتسامة وتغرس روح الفرحة يعني في الأسر المعسرة. الطاقات الشبابية في السلطنة شعلة متوقدة من الإفكار ومن الإبداع ومن التضحية والتفاؤل، يحتاجون إلى مظلة تصقلهم وتصقل إبداعهم. فالمجتمع المدني يخدم نفسه بنفسه، بحيث أن الشباب العماني هم الوحيدون القادرون على ترسيخ مبدأ العمل التطوعي في أمثالهم.